ما عندك تكرار لنفس ده احنا المشاكل. لسه جايين لحضراتكم في الاصابات يعني بالنسبه لاحمد نبيل كوكا طبعا الظهير الايسر للفريق خضع للفحوصات الطبيه الدقيقه خلال الايام الماضيه بعد ما اصيب بفيروس كورونا، واكد دكتور ابو عبله ان الفحوصات اللي خضع ليها هذا اللاعب اثبتت حاجته لراحه سلبيه تصل الى شهر ونصف بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات. أشار إلى أن حالة اللاعب تعتبر مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا، ولكن معاناته من المضاعفات وهي حالة يعني تقدروا تقولوا حضراتكم بقت شبه ثابتة مع ناس كثيرة من الرياضيين اللي تعرضوا واللي حتى تم شفائهم من فيروس كورونا في الفترة الأخيرة. عشان كده منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة في إطار المتابعة الدورية اللي بيجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم من فيروس كورونا.